come out. Now with the fed you have for Omar. You have more the spot and you go inside. High post inside for the rebound. Okay? One and one. We are good. Let's go. الدقائق العشر الأخيرة من مباراة بيروت ومنتخب الإمارات، مثل ما عم تشوفوا أمامكم على الشاشة، التقدم إماراتي بفارق خمسة والبوزيشن إماراتي مع فادي الخطيب إلي شمعون عم يدافع عليه عمر العامري بياخذ الشوطة من برا وبسجل. ما معقول هاللاعب إيده شو حلوة إيده شو ثابتة، 10 على 10 عن 3 بوينتس لعمر العامري. ممنوع نلعب الزون ديفنس ونتركه لعمر العامري، هذه المحاولة الرابعة من اصل خمس محاولات لإله عم ينجح فيها بالمباراة. ديونتي بحاول يرد بنفس المسافة، فايت مرتاح ديونتي هوكس عم يسجل ثلاثيته الثاني بالمباراة. برافو لديونتي الفارق بيبقى خمسة. ديونتي هوكنز بيضرب من بعيد بيولعها ايضا، بيقول نحن حاضرين نحن جاهزين قادرين نرجع بالمباراة. محمد البريكي، راشد ايمن، راشد فادي الخطيب عم يطلبها على لوبوس بظهر الرستم دائما. مين رح يعمل الهيلب للرستم؟ ديونتي بيعمل الهيلب للرستم، عم يعترض على قرار الحكم يلي كان عم يحتسب عليه خطا. خلونا نشوف بالاعاده. فادي الخطيب على الفري ثرو لاين مره جديده، بسجل فادي 8 من 8 صار فادي الخطيب عم يسجل على الفري ثرو لاين، و9 من 9 نسبة 100% لفادي الخطيب عن خط الرميات الحرة، أمر منه غريب بتركيز عالي فادي الخطيب. باتريك للرستم منه لديونتي علي مزهر إلي شمعون بالأوبن شوت. الشمعون بالتخصص الشمعون استلم قال له للمزهر بتمون، راح حط ثلاثة وحط ثلاثة وسجل إلي شمعون. الفارق أربعة للمنتخب الإماراتي. عمر العامري ما تتركوه يعني دخلت وخرجت، كانت رايحة بطريقة للسلة. عمر العامري ما معقول هاللاعب. علي مزهر، علي من جديد ديونتي للرستم، الرستم بيعمل فيك وبياخذ الشوطه من برا ما بتدخل. باتريك برافو يا باتريك ابو عبود مره جديده عم يكون الرجل المناسب بالمكان المناسب. باتريك ابو عبود من دقائق متبقيين، فارق سله فقط للمنتخب الاماراتي. فادي بيعمل سبين موف وبيحصل على الخطا فادي الخطيب، بيحصل على الخطأ فادي الخطيب بالإعادة مرة جديدة. الخطأ محتسب على إلي شمعون، خطأين على إلي شمعون. أحمد البريكي عم يترك أرض الملعب، والخطيب مرة جديدة على الفري ثرو لاين. الفري ثرو الرقم 10 اللي بسجلها فادي الخطيب يلي اصبح رصيده 22 نقطة مع عنده 12 ريباوند مثل ما قلت. والنقطة 23 لفادي مع الرستم، بيدخل على السلة بيطلعها لبرا لباتريك الشمعون ب 3 بوينتس ما بيسجل الشمعون، سيء الحظ كان، فاتت وطلعت أيضا مع الشمعون. فادي إذا قرر يخترق بصعب الأمور فادي الخطيب، يا بيسجل يا بياخذ الفاول، هيدا الأمر يلي عم يعمله من بداية المباراة. فادي بيبرم على باتريك، ما معقول فادي الخطيب، خلص الكلام بفادي الخطيب. كل ما بيكبر كل ما بيحلى التايجر بصراحة، ممتع جدا على أرض الملعب. شو هاللاعب شوفوا كيف أخذ الشوطة مع الفاول، الخطأ الرابع على باتريك بو عبود، أربع أخطاء على باتريك، أربع أخطاء على ديونتي هوكنز. والتايم أوت بالوقت الحالي للمدرب منير بن سليمان.
shoot free throw, you take. استطاعت الفريق دائما للمنتخب الاماراتي. فادي الخطيب نجم المباراه 26 نقطه و13 ريباوندز. مثل ما قلت كان عنده 53 نقطه باول مبارتين، 30 نقطه بالمباراه الاولى و23 بالمباراه الثانيه، عنده 27 نقطه، قرب كثير من افضل ارقامه بدورة دبي ال 31. الشمعون للرستم، رجعوا للمان تو مان ديفنس، كل واحد عم يلحق لاعبه، الرستم بيدخل على السلة ما بيسجل. الي رستم، ديعانا يا الي، ديعانا يا الي، راح يكون عنده تو شوتس اكيد الي رستم. ارقام رستم بالمباراة 8 نقاط 4 ريباوندز و 3 اسيست. على الفري ثرو لاين عنده واحد من اثنين. الرستم بنجح من المحاولة إلي. 72 65 72 66 مع السلة يلي سجلها إلي. تاني ما بياخذها لكن عم ياخذ الريباوند. برافو يا إلي، برافو يا الي رستم. رستم لبرا للشمعون، كريم عز الدين بقرر يخترق السله، اطلع على السله يا كريم، اطلع على السله يا كريم، كسر السله يا كريم. قادر بامكانياته البدنيه اكيد كريم عز الدين يعمل اكثر من هيك، ما تنطر الصافره، ما تنطر الحكم يصوفر فاول، روح على السله، سجل يا كريم. فادي الخطيب من جديد لصالح سلطان، صالح صالح بحطها لعند قيس، قيس بيدخل وبالايزي لاي اب. قيس الشبيبي منتخب الاماراتي عم يقدم مباراه كثير كبيره بمواجهه بيروت، 8 نقاط الفارق بالاوفنس، مركزين كثير المنتخب الاماراتي، عم لاقوا الجاب دائما بدفاع بيروت وعم يقدروا يسجلوا. ديونتي بالوقت يلي ديونتي بياخذ المحاوله من برا ما بيسجلها. البريك محمد دو يلي اخذ الريباوند، يعني طبعا دخول قيس والطريقه يلي سجل فيها بتذكر كثير منيح كيف خسر بيروت امام النجم الراسي التونسي. دائما عندهم هالجاب بالدفاع يلي بتسمح لاي لاعب يوصل للسله ببعض الاحيان بسهوله تامه مع عمر العامري. لا 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 لا, لا منك طبيعي، منك حقيقي. عمر العامري 5-3 بوينتس بالمباراه، شو اللي عم يعمله عمر العامري؟ خرافي بالتأكيد عمر العامري. ومحمد البريكي أيضا بسرعة الصاروخ بسرعة السهم عم بيكبر الفارق أكثر وأكثر، مع نقطة العشرة عم يطلع الفارق ليصير 13 نقطة لمصلحة المنتخب الإماراتي قبل 5 دقائق و49 ثانية. على النهاية الأمور عم تصعب أكثر وأكثر على فريق بيروت، المطالب برد فعل سريعة وإلا الخسارة الثانية راح تكون بانتظاره. والتايم اوت سريع للمدرب مروان خليل. اوكي اوكي لسن لسن خلاص وي دونت ونت تو جيف اب وي سويتش اون ايفري ون كوم اون سويتش اوكي نكست 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 اوكي فيد يو برينج ذا بول اوكي اوكي وي جو اون هور جو اون ناتيف سايد اون ناتيف سو يو دو اوكي صاب راشد 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 باك 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 Rashid, you bring the ball. You go on Fed, on that side. Okay. Here, Omar, خليك هنا. Back, I have Shamoun and Ali. Okay. Come on, yeah, let's go. Defense, defense. Hey, hello, hello. One, two, three. Defense. 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 Go, yalla, Ahmad.
بوزيشن بيروتي بالوقت يلي بيروت مطلوب فيه نزل الفريق بشكل سريع والعودة إلى المباراة. الكامباك مطلوبة، بده كامباك كبير بالتأكيد. بيروت 13 نقطة الفارق علي مصر، تركيز كبير من الشباب. المنتخب الإماراتي عم يدافع بطريقة منيحة. الشمعون مان تو مان ديفنس دائما من المنتخب الإماراتي. جيرون جوتر رجع إلى أرض الملعب بحاجة لسكورر، بحاجة لشوتر مع الميد رينج شوت من باتريك وعبود. دبل ديجيتس لباتريك مع نقطة العاشرة. 68-79 النتيجة أصبحت 50 سنة عم عبد. وقفوا فادي، بتوقفوا المنتخب الإماراتي. فادي الخطيب على أرض الملعب بعده 33 دقيقة لهلا. فادي الخطيب يعني لا تعليق على اللي عم يعمله عمر العامري. السادس ثلاثية لعمر العامري، ما بعرف إذا بتاريخه قدم هيك مباراة. الاسيست رقم 8 لفادي الخطيب، بده 2 اسيست بيعمل تريبل دبل فادي. ليه عم قلكن؟ وقفوا فادي الخطيب، بتوقفوا المنتخب الاماراتي. جيرون جونسون ما بيقدر يسجل، لكن بياخذ السكند تشانس وبيسجل جيرون جونسون. فادي الخطيب لمحمد البريكي، راشد ايمن، راشد راشد حلو كثير، حلو كثير من راشد، والاحلى كانت من قيس الشبيبي. نقطتين بايده الشمال، طلع وسجل. شوفوا الموف اللي عمله على ديونتي هوكنز. منتخب الاماراتي عم يلعب بطريقه كثير حلوه بصراحه. السيت اوفنس عنده، عارف شو عم يعمل. علي مزر بيلاقي سبيس، ما بياخذ الشوطه، بفضل يمرر لباتريك. باتريك طلع على برا، يا باتريك ايه طلع على برا. المزر بيعمل الفيك لباتريك وعبود يلي بياخذ الميد رينج شوت مره جديده وبيسجل. مباراه حلوه عم يقدمها باتريك وعبود. نقطه 13 لبات بالإعادة مرة جديدة باتريك وعبود. راشد البريكي، البريكي بجرب يدخل لبرا لعند عمر العامري. عمر العامري عدوله لعمر العامري. 7 ثلاثيات، 21 نقطة من أصل 87. شمعون عم يرد بنفس الطريقة. صراحة مصدوم أنا باللي عم يعمله عمر العامري على أرض الملعب. فادي الخطيب، يا الله يا فادي، يا الله يا فادي، ملا أسست كان لقيس الشبيبي. أسست واحد فقط بيفصل فادي الخطيب عن التريبل دبل بهالمباراة. ما معقول فادي الخطيب، نجومية فوق العادة لفادي الخطيب بهالمباراة. خلوني أتأكد من الإحصاءات. معقول فادي الخطيب؟ المباراة متوقفة بلا فيه. يبدو أن أحد حكام المباراة كل السلامات يعني عم بيعاني من شيء. طبعا الأجواء يعني بإمارة دبي جيدة جدا، القاعة المباردة أيضا والاستضافة الممتازة لنادي شباب الأهلي لهالدورة. صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم يلي اعتادت تستضيف البطولة واعتادت تستضيف الفرق اللبنانية، والجمهور اللبناني اكيد يلي بلش يوصل على الملعب لمتابعة اللقاء المنتظر. المواجهة اللبنانية، اللبنانية اللي رح تكون مباشرة بعد هالمباراة تقدر تشوفوها عبر ام تي في ووان. الرياضي بمواجهة هوبس بوحدة من
قمم المجموعة الأولى، يعني أكثر من قمة فينا نقول بهالمجموعة بوجود الاتحاد السكندري، طبعا بوجود فريق جمعية سلا وبوجود الرياضي والهوبس، مجموعة نارية وعدد من المباريات من العيار الثقيل يلي عم تتابعهم يوميا عبر شاشة الام تي في بدورة دبي. يعني بحسب فريق الاحصاءات الموجود فادي بعده على 8 اسيست بطبيعة الحال، قريب جدا فادي من التريبل دبل. 3 دقائق و3 ثواني اللاعب رح يستأنف، فرح يقدر بيروت يقلب الطاولة على المنتخب الاماراتي. الامور اكيد منا بهالسهولة بظل الاداء الجيد للامارات بمباراة اليوم. جيرون جونسون بقرر يروح على السلة ما بسجل جيرون جونسون، يعني بصراحة أداء مخيب لجيرون جونسون رغم أنه سجل 12 نقطة. ما فينا نقول أنه بيروت قدر يستفيد بشكل كبير من لاعبينه الأجانب بهالدورة. راشد أيمن لقيس الشبيبي، الاحتكاك بجيرون جونسون وفادي الخطيب، رح تشوفوا بالإعادة شو اللي صار. يعني هون على الشمال اللي كان عم بصير، الحكم احتسب خطأ على جيرون وخطأ على فادي، خطأين على فادي الخطيب وثلاثة على جيرون جونسون بهالوقت. قايس بياخذ الشوطة بالثانية الأخيرة ما بيسجل، فادي الخطيب بريباوند جديد، تخيلوا هيدا أول ريباوند هجومي من أصل 14 التقطه فادي بهالمباراة. شو ممكن يعمل فادي الخطيب بين جيرون ومروان زيادة؟ مصر يطلع على السلة، فادي الخطيب ما بيقدر يسجل، عم يطلب الخطأ كيف فادي الخطيب، مستغرب انه ما حصل على الفاول بالوقت يلي علي مزدر بجرب يطلع الطابة بسرعة. لازم يستفيدوا اكثر من جيرون جونسون بالاوتسايد جيم، لكن جيرون منه موفق ابدا، والشمعون ايضا بالمحاولة من برا كمان ما بينجح فيها. الريباوند عم بيكون لمحمد البريكي، اخر دقيقتين من المباراة. راشد ايمن ايضا الدخول بايده الشمال، قيس ما بيقدر يسجل، مروان بيرجع البوزيشن اللبناني، الشمعون يلا يا شمعون، جيرون جونسون، جيرون بيسلم الشمعون ايضا باتريك، علي مزر بيقرر يدخل، علي تحت السله بيسجل علي مزر. ما معقول هول الباسكت السهلين الايزي باسكت، ما لازم يضيعوا علينا يا شباب، خصوصا بهالوقت الحساس بالمباراه. 89-76 النتيجة. عشر نقاط بس بالفاست بريك سجلنا، يمكن هالرقم بدل قديه الريتم عم بيكون بطيء عند بيروت اليوم، وقبل 27 نقطة من الفاست بريك قدر يسجلها المنتخب الإماراتي. فادي الخطيب عم ينجح مرة جديدة انه يسجل. الرمية الحرة الرقم 14 لفادي. والرقم 15 للنمبر 15 نجم كرة السلة اللبنانية. التايجر بطريقه لقيادة المنتخب الإماراتي لأول انتصاراته بدورة دبي الدولية. أكبر فارق كان عم يعمله المنتخب الإماراتي بهالمباراة بالوقت يلي جيرون جونسون قدر يسجل، لكن من مسافة النقطتين جيرون فارق 13 نقطة، أكبر فارق بالمباراة كان عامله قبل سلة جيرون جونسون على المنتخب الإماراتي وكان 15 نقطة. فادي الخطيب الدقيقة الأخيرة من ثواني، 7 ثواني، 6، الخطيب ياخذ الشوطة على مروان الزيادة وبيسجل. ما إله حل فادي الخطيب، ما إله حل فادي الخطيب، بدك تعتزل لوين بدك تروح؟ حرام لاعب مثل فادي الخطيب مش كل يوم نستمتع بأدائه الكبير على أرض الملعب، درس بيعطيه لكل اللاعبين بالإصرار
وطبعا بالجهوزية البدنية اللي ظهر عليها. صحيح البطولة متوقفة، لكن الواضح انه فادي الخطيب دايما مستعد، دايما جاهز. 93-78 راح تكون النتيجة النهائية لمصلحة المنتخب الاماراتي. فير بلاي عم تلعب بالدقيقة الأخيرة بين مع فادي الخطيب وزملائه. فادي أكيد نجم المباراة، 29 نقطة 14 ريباوند و8 اسيست. ألف مبروك للمنتخب الاماراتي، انتصاره الأول. هارد لاك لبيروت يلي كان أفضل مسجلين باللقاء. جيرون جونسون ب 16 نقطة، إلي رستم وباتريك معبود كان عنده 11 نقطة إضافة على 10 نقاط سجلهم إلي شمعون. أكيد فرصة التعويض لبيروت راح تكون بكره عندما بواجه مايت سبورتس الفلبيني. مباراة ما راح تكون سهلة أبدا على الفريق اللبناني، لكن اللقاء اللبناني اللبناني المنتظر راح يكون بعد لحظات مشاهدينا، ودائما عبر شاشة ام تي في وشاشة وان ما تروحوا لبعيد. وبتصور رياضي طبق الدسم اليوم بدورة دبي الدولية 31 بالانتظار.